عند قيادة سيارات الهايبريد احرص على اتباع التنبيهات التالية مع مراعاة تحكم السيارة في تشغيل البطارية أو محرك الوقود تلقائياً تبعاً لحالة القيادة. تجنب إيقاف محرك السيارة أثناء القيادة العادية لكي لا تفقد عجلة القيادة خاصية المؤازر الكهربائية. لتجنب وقوع أضرار أو حوادث لا قدر الله، راعي التنبيهات التالية عند تحويل ذراع ناقل الحركة. أثناء القيادة على منحدرات حادة، استخدم وضع فرملة المحرك B بدلاً من وضع القيادة العادي D. لا تقم بضبط ذراع ناقل الحركة لوضع الإيقاف P أثناء حركة السيارة. تحويل ذراع ناقل الحركة لوضع اللا تعشيق N أثناء القيادة سيتسبب في فصل نظام الهايبريد، مع العلم بعدم توفر خاصية فرملة المحرك عند فصل نظام الهايبريد. عند ركن السيارة، قم بتعشيق فرامل الانتظار وحول السيارة إلى الوضع P واطفئ نظام السيارة. لا تترك السيارة بدون مراقبة عندما يكون مؤشر الجاهزية Ready مضاءً. عند ركن السيارة لفترة طويلة، راعي التنبيهات التالية حتى لا تتعرض السيارة للأضرار. تجنب ترك أي قداحات أو بخاخات في السيارة عندما تكون تحت أشعة الشمس. تسرب الغاز من القداحة أو البخاخ قد يؤدي إلى حريق لا قدر الله. تجنب تثبيت أقراص لاصقة على الزجاج أو وضع عبوات زجاجية أو ما شابهها على لوح العداد، لأنه من الممكن أن تعمل السطوح المقعرة للأقراص اللاصقة أو العبوات الزجاجية كعدسات تركز ضوء حرارة الشمس بشكل قد يتسبب في حريق لا قدر الله. تجنب لمس أنبوب العادم عندما يكون مؤشر الجاهزية Ready مضاءً أو بعد إيقاف محرك السيارة مباشرة، لأن ارتفاع حرارته من الممكن أن يتسبب في حروق أو أذى لا قدر الله. تعليمات خاصة بالفرامل: أعير المزيد من الانتباه عند إصابة الفرامل ببلل أثناء القيادة. عندما تكون وظيفة الدعم الإلكتروني للفرامل غير فعالة أو في حالة تعطل أحد الأنظمة الهيدروليكية للفرامل، ستحتاج إلى الضغط على دواسة الفرامل بقوة أكبر من المعتاد، وستحتاج إلى مسافة أكبر لإيقاف السيارة.